مستر امجد، مستر امجد. في ايه يا مدلين؟ مالك؟ قلتلك ما تخشيش المكتب من غير ما تخبطي، هدي اعضائك شويه، ولا تكونيش مفكره نفسك مدلين طبر يا اختي. ليه خبر عند حضرتك بمليون جنيه. خبر بمليون جنيه ليه؟ اللي مره على الاهلي ساديو ماني بتاع ليفربول جاي هنا مصر. اهلا وسهلا. انت ليه جاي تفسح شويه في الاهرامات ولا ياكل شويه فته وكوارع ترم له جسمه؟ ايه الجديد؟ فته وكوارع ايه؟ قول لحضرتك جاي يستقر هنا في مصر، وكمان هيلعب في الدوري المصري، وكل الجرايد العالميه كاتبه انه بيحب بنت مصريه من شبرا، وانه هيتجوزها ويستقر هنا معاه في مصر. ما بتجريش غير ورا الاشاعات والجرايد الصفراء يا مادلين. يا فندم مش جرايد صفراء، ده الفرانس فوتبول والسان. طب نعم يا اختي، ايه براند فوتبول والفن دي؟ سيبك من دول، كمان الجرايد المصريه. بص الجرايد دي كلها كاتبه الخبر. ايه رب ناصر؟ وريني يا اختي. الأهلي والزمالك تصارعان سرا على ضم لاعب ليفربول الإنجليزي اللي غيره ساديو ماني. لقد سحرتني مديحة سنجاري، عشقت أم علي بالمكسرات على إيدها. ده إيه حب الدناوة ده؟ يعني هو سيب لندن وجاي يحب لي مديحة سنجاري؟ استني، إيه ده؟ ده رسالة من 900 إيه؟ ده بيتأكد نفس كلام الجرايد، ومع ان انا مش مشترك في الخدمة دي. دي رسالة من ربنا يا فندم. ده رسالة من فودافون. بنت مدلين، انا همشي على كلامك. لازم نشوف ساديو ده فين ونمضي معاه. هتبقى صفقة الموسم. للأسف يا فندم مش هنعرف نوصله. ليه يا مبوس فقري؟ تليفوناته كلها مقفولة ومحدش عارف مديحة سنجاري دي ساكنة فين. اهو افقك ضيق، عايزك توسعي شويه يا مدلين. مش فاهمه قصد حضرتك. اهو شارع عبد القادر الرفعي، مش قلتلك افقك ضيق استاذ؟